تابعين مشاهدينا مع الصليب الأحمر اللبناني ومع المسعف بيترا جابر لحتى اليوم نحكي عن لدغات الحشرات والأفاعي وعضات الحيوانات اللي ممكن نتعرض لها سواء كنا بحديقة المنزل بالشارع أو بالأماكن الممتلئة بالأشجار والأعشاب. بيترا أهلا وسهلا فيك. يا هلا. بداية كيف نعرف لدغات الحشرات والأفاعي شو هي؟ هن العضات اللي بنتعرض لهم من وراء حيالة نوع من حشرة، من حية، من كل شيء معقول يكون عم بيتعرض لنا بعضنا، هولي كلهم هن يلي مين اللي رح نكون عم نحكي عنهم اليوم. طيب شو هن العلامات أو العوارض يلي عادة منلاحظ لها كرمال نقدر نحل هالمشكلة؟ أوكي، بيختلفوا العلامات حسب شو الحيوان يلي عضدنا، بس أكتر شيء رح يكون مبين بالمحل العضة احمرار، حيبين أنه في تورم، أوقات معقول يبين يمكن ينزل دم، الشخص معقول كتير يغيب عن الوعي ويحس أنه بده يستفرخ، معقول زيادة يكون بطل قادر يتواصل معنا أو يحكي، يعني كل حكيه بيصير يتقل حتى. نحن هون عم نشمل لدغات الحشرات والأفاعي، وكأنه في منقدر نلاقي حشرات مسمة مثل الأفاعي ويمكن أكتر. صح، لحتى منلاقي حشرات مسمة، والزيادة أنه نحن لأنه بلبنان الأفاعي اللي موجودة هي منا أفاعي كتير مسمة وبتقتل مباشرة، كرمال هيك نحن منعتبر أنه علاماتهم وعوارض تبعولهم بيتشابهوا كتير. شو هي المساعدة اللي ممكن نحن نقدمها في حال حدا شخص تعرض لهالنوع من اللدغات؟ أوكي، أول شيء لازم ننتبه إذا بمحل اللدغة كان بعد في المعقوس يلي بيبين عالي على البشرة، ولازم نجرب نكون عم نشيله بشي مثل بطاقة كريدت كارد، لازم نكون عم نحط شيء مثل شقفة مسقعة لتكون عم بتسقع هيدا المحل يلي بيكون أصلا متورم ومحمر، وقد ما فينا نكون عم نهدي المريض ونساعده لأنه يكون مطمن لبين ما نكون أكيد إذا تفاقمت شو بيبين معنا بينقله على المستشفى بشكل سريع. يلي منشيله مثل ما ذكرت بواسطة أي كريدت كارد موجود معنا مثلا، صح، هي عبارة عن السم يلي بنكون احنا عم نشيله، هي نوع اللي بالعقص وصار جوا ما نحن نقدر نشيله، بس لأنه هولي ولكن السموم، هل في سموم بعد بتكون موجودة بالخارج على سطح البشرة نحن بنقدر؟ صح، اللي يعني أول ما تعقصنا رح تكون بعد مثل الإبرة إذا بدك من الحشرة، دونك هي يلي لازم نكون عم نشيلها مباشرة. وفينا نجرب نضغط على الجرح أو أفضل لا منكون عم نزيد المشكلة؟ لا، أفضل ما نضغط ولا أنه نكون عم نكبسها لنجرب نكون عم نسحب الدم يلي فيها أبدا، يعني بس على الوجه على سطح البشرة بنشتغل. أكيد كتير من الأشخاص عم بفكروا إذا في أمور بنقدر نعملها تكون وقائية، إنه الواحد يتفادى إذا بدك مثلاً دواء أو كريم نفركه لحتى نبعد الحشرات أو الأفاعي وما حدا يعقصنا. صح، في هي الوقاية كتير أهم صراحة من أنه بس يصير هولي، غير الكريم يلي بنحطه كرمال بنسميه أنتيموستيك، هن القصص النظافة يلي معقول تكون عم نتعرض لها، الأكل يلي معقول يكون دايماً مفتوح بالحقل إذا نحن عنا جنينة حد البيت، الأعشاب يلي موجودة نكون كلها عم نقصها، هن هولي أكتر الوقايات يلي فينا نكون عم نساعدهم تنقدر ما نتعرض لهيدا الشيء. إذا مثلا نحن أشخاص منحب نروح هايكينج ما نكون لابسين حيالة شيء بأجرنا لنكون قادرين نحمي حالنا بدل الشورت مثلا بانتالون كمان إذا في نكون عم نتعرض زيادة لهول العضات. هون في سؤال، لما بيتم يعني لما بتصير اللدغة أو العقصة، بظرف قد ايه لازم نحن نكون متواجدين ان كان بين ايادي الصليب الاحمر او لحتى نوصل على المستشفى؟ قد ايه خطوره الوضع بتكون بالنسبه للمصاب؟ الخطوره رح تبين مع العلامات يلي موجوده، لانه رح تختلف مع عده الشغل اللي عضتنا رح تختلف اكثر، يعني مثلا يعني اذا كانت برغشه رح تختلف عن اذا عضنا حيه. فنحن العلامات والعوارض كرمال هيك مهم كمان نضل عم نراقب هيدا المريض. لانه اذا ازدادت العلامات والعوارض ضروري انه نكون دغري نقلناه عند المستشفى او سالنا حكيم بهالموضوع. بدنا نعتبر انه في حيه نعقصنا، نعقصنا من حيه، لان الحشرات في كثار كم نعرف كيف نوعا ما نتصرف بهيك حالة. بس حي مثل ما عم بتقول عفاف انه شو مفروض نعمل، وين مفروض نضغط، وين مفروض نشد لما السام يمشي بالجسم. وقد ايه المهلة يلي لازم نكون نحن قاعدين فيها من دون مستشفى او من دون اسعافات؟ هلا من اسئلتكم بفهم انه هن شوي في الافكار يلي كانت من كتار العالم، صح، متوارده وكتار العالم بتعرفها، هي انه مثلا منعقد فولار كرمال ما يمتد هيدا السام. هيدا الشيء منه مزبوط ومش لازم نكون عم نعمله، لانه السام اوريدي صار
بجسمنا، يلي لازم نكون عم نعمله انه هيدا المريض يقعد على الارض ويكون عم يرتاح ونطمنه كرمال دقات القلب تبعه له بيصير ما تسرع، يعني بتصير ابطا، كرمال هيك ما بينتشر السم اكثر بجسمه. فكره انه نجرحه ونمتص الدم ونكبه ابدا ما انه صح، لانه كمان بهمنا حمايه نفسنا. سو اهم شيء انه يكون مستلقي ومرتاح على الارض لحين ما انه اتصلته بالصليب الاحمر او تم نقله على المستشفى. رح ركز هون على نقطه، لان نحن سمعين بلبنان بحالات قديمه انه اطفال ماتوا من وراء عقصه حيه، طفل كنا بنعرف انه حجمه اصغر، يعني طبيعي انه السام يكون عم بيوصل على كل جسمه بطريقه اسرع من ما شخص كبير بالعمر. هون كمان نحن مفروض نترك الولد يكون عم بيرتاح، ممكن يكون عم بيبكي، شو بنعمل بهالحاله اذا ما في مستشفى قريبة في حال أو لا؟ يعني بالستبس اللي نحنا فينا نكون عم نعملهم ما فينا نزيد شيء لعقصة حية، لازم يكون عم ينقل بسرعة على المستشفى، يعني ما في دواء وما في انه مثل ما قلت لك انه نجرحه ونكبله دماته، لانه خلص وانس انعقص هي صارت بقلب جسمه. يعني داخل عربه الصليب الاحمر ما بيكون في اسعافات عم تتقدم له، بس نحن عم نكون عم ننقل المريض او المصاب. يعني هو بيصير بساعتها اذا الشخص بحاجه لاكسجين، اذا صارت عملت له حساسيه ثانيه، بين عنده ورم اكثر بغير محلات، هيدول المساعدات يلي رح يكون عم بيقدمها الصليب الاحمر اكيد بتصير تنقله. نعم. اوكي، يعني نحن رح نركز كمان هون على المساعده يلي بيقدر يقدمها الشخص، هي افضل شيء نعتبر بحاله حيه حكينا عنها. بحاله الحشرات كيف نقدر نساعد الشخص، شو مفروض نعمل؟ يعني هنا نفس الطرق اذا كان عندنا نفس العلامات والعوارض، يلي بيختلف انه يعني ما في دواء ما في شيء بقدر اعمله زياده، انه في احط له شقفه على المحل يلي محمر، اذا في شيء محل ورمان ما يكون ما يكون بقى، اذا حاطت ساعه، اذا حاطت حيلا شيء مثلا بايده وعقصته تبسيوره ما تصير خنقته زياده، سو هدول لازم نكون عم نشيلهم. مي مسقعه، ثلج، مي مسقعه وشقفه مسقعه كثير، يعني عليها ثلج بس مغطيه بشقفه ثانيه ونسقع له هيدا المطرح. بدنا نحكي هلا كمان عن عضات الحيوانات، شو هي العلامات اللي ممكن تبين والعوارض في حال نحن تعرضنا لهالحاله؟ هلا بعدات الحيوانات يلي رح يختلف زياده، انه رح نشوف اسنان الحيوان يلي موجودين فيه، ويكون كلب فيه يكون بسينه او غير حيوانات، ويمكن نشوف نزيف كتير قوي او يعني مثل جرح صغير موجود على قلب محل الاصابه، غير اكيد عن الاحمرار والتورم يلي رح يبين. بترا في شيء حبي بعد تضيفي بركي ما ركزنا عليه لحتى نقدر نساعد كل المشاهدين؟ ابدا، اكثر شيء بحالات الكبيره الكلاب مثلا لازم ننتبه انه ياخذ يرجع فاكسان كرمال هيدا الموضوع، لانه واكيد خطره، ولازم نتاكد اذا هيدا الكلب هو اوريدي مطعم او شو منعمل له او هو كلب عادي، وننتبه لحمايه الاشخاص الثانيه يلي موجود انه ما يرجع يتعرض لهيدا الحيوان نفسه. واكيد بحال هن منهم عارفين شو مفروض يعملوا، دائما بنذكر الكل انه يتصلوا بس على 140 يتصلوا بالصليب الأحمر. كنت بدك تضيفي شيء؟ كان بدي أعرف بخصوص العادات، هل في طرق وقائية ممكن نحن نتخذها لحتى ما نتعرض أو نعرض أولادنا لعادات حيوانات؟ هي أنه مش حيال حيوان نكون عم نقرب ليه إذا هو ما بنعرفه، مش حيال محل نكون متواجدين ويكون في حيوانات حد منا، يعني ما بنعرف نظافة كل حيوان، يعني في كتير أشخاص بحبوا يهتموا بهيدا الشيء بس ما بنعرف نظافتهم أساساً، وهي دول أكتر شيء معقول نكون عم ننتبه لهم، ويعني إلا إذا كان الحيوان خاص فينا، والزيادة الأشياء اللي هن الطعم يلي لازم نكون منتبهين له وعمدينه. يعني في كتير فيديوز كمان انتشرت مؤخرا، أصوات الأولاد بيكونوا عم يتأذوا من لدغات أو من عضات حيوانات، الأهل بيتغاضوا، يعني بغضوا النظر بيفتكروا أن الأولاد مثلا عم يلعبوا هيدا أو شي كتير عم ينفعلوا منفعلين باللعبة أو مع بعضهم. هون ننتبه دايما على صراخ الأولاد، نسمع كتير منيح ونفرق بين صرخة والتانية، مظبوط، لأنه رح يبين علينا علامات تانية. وزيادة سوري، إذا كان في نزيف كتير قوي من وراء هول العضات، أهم شيء نعمله أنه نكبس على هيدا النزيف لنوقف نسبة الدم يلي عم تطلع من برا جسمنا. نعم. لأنه أوقات في عضات معقولة تكون عم تعرضنا لنزيف زيادة من جسمنا. شكرا لك بترا جابر على كل هالنصايح، ويعطيكم ألف عافية بالصليب الأحمر اللبناني. مرسي، ثانك يو.